بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. آيات بينات من كتاب الله يتلوها علينا قارئ جمهورية مصر العربية والمقيم بمحافظة المنوفية فضيلة الشيخ عبد الواحد عبد الفتاح العربي القارئ والمقيم بمدينة أشبون. ندعو له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك القادر؟ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟
خلق فسوى ب
ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين عشنا في محابة زي التلاوة القرآنية المباركة. وطلع علينا قاري جمهورية مصر العربية والمقيم بمحافظة المنوفية فضيلة الشيخ عبد الواحد عبد الفتاح العربي القاري والمقيم بمدينة أشموش. كان معكم عبد الفتاح من عند الله الهندسة الصوتية والإدارة الكهربائية وكسور الضيافة المتنقلة. تطلب دائما من إدارة الحاج محمود أحمد البرغوث بمدينة الباغور. رقم التليفون 38-85-02 بالمكتب. تتوجه جميعا بالدعاء للفقيد بالرحمة وإلى أهله بالصبر والسلوان. وعن هذه العائلة تقبل الله عزاءكم. وبهذا تتجهز عنا من هذا المكان. والسلام عليكم ورحمة الله.